مشاهدينا في قناة الموصلية الفضائية، حلقة جديدة من برنامج مهن وحرف يدوية، وأكيد اليوم راح نحكي لكم عن تفاصيل مهنة جديدة. اليوم احنا موجودين في أحد معامل مدينة الموصل، راح نحكي لكم عن مهنة الشكرتشي. هاي المهنة اللي كانت ولا زالت من المهن القديمة، واللي كانت تحلي العوائل الموصلية بها من خلال المناسبات، وأكيد تعتبر طعمي وهدي لحد هذه اللحظة محافظين على هذا الموروث. خليكم معنا حتى نبلش حلقتنا لهذا اليوم ونحكي لكم عن مهنة الشكرتشي. يعرف أكل الموصل أشقى الطيب، أما بالنسبة لحلوياته ففعلياً الذوب بالثم. كثير من الحلويات القديمة كان سابقاً مشهورة بها مدينة الموصل، نبيكم ما يتذكر السمسمي والحمصي والحلقوم وكثير كثير من التفاصيل اللي كانت تزين السفرة، سواء برمضان أو سواء في الأعياد أو المناسبات اللي يعيشوه أهل الموصل. ومن بالزواجات ما كان راح وجاب واشتغل من شقلية الموصل، والتفاصيل الطيبة والطعم والنكهة اللي كانت تتميز بها ولا زالت حلويات مدينة الموصل. اليوم احنا موجودين عن نحكي عن مهنة الشكرتشي، هاي المهنة اللي لحد هاي اللحظة كثير من الناس يعتزون بيها ويشتغلوها، وصارت مصدر رزق لكثير من عوائل مدينة الموصل. خليكم معنا حتى نكمل حلقتنا لهذا اليوم عن مهنة الشكرتشي. مكملين حلقتنا عن صناعة الحلويات، وأكيد معانا الأسطى عز العرب، عنده معلومات كافية راح نحكي معانه ونسولف عن تفاصيلها. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إيش قصالك بهاي الشغلاية؟ والله احنا أبل عن جد احنا بهاي الحلويات أصلا، واحنا من 97 وقبل 97 احنا نشتغل بالحلويات. نعم، يعني توارثت من الأب من الأهل. طبعا طبعا طبعا. واحنا الحلويات بصوره عامه بالموصل مشهورين بالحلويات، وخاصه الحلويات اللي يدخل بها الانتاج المحلي. نعم نعم. واحنا بالموصل مشهورين بالحلويات. حلو. زين، بداياتك اشون كانت؟ من اللي علمك على الشغلاي؟ الاب الجد؟ واشون بلشت تتعلم على تفاصيله؟ والله بداياته الاب والخوال، خوالنا يعني. نعم. اللي اشتغلوا بهاي الشغله. كانت البدايه كزلابيه، وشويه شويه تطورت الى الحلويات، وتطورت الحلويات ودخلت الدول نبدا نتعلم منها حلويات كمرحله ثانيه. الدول المجاوره، الدول المجاوره طبعا، وخاصه تركيا يعني. نعم. وتعلمنا منها بعض المعلومات عن الحلويات. نعم. والتشكيل مال الحلويات. زين، ايش هي الحلويات اللي كان يشتغلها قبل الحلواني او الحلاوتي مثل ما يسمونه؟ ايش عندك معلومات عنه؟ الحلويات اللي قبلها كان حلقوم ومن السماء وسجقات، وتطورت الى الزلابيه والعوامه، وبعدين تطورت الى البقلاوه والمشكلات بصوره عامه يعني. زين، لها موسم معين لو كل المواسم كانت تشتغل؟ قبل كانت بس بالشتاء يعني اكثر شيء، لانه الجو بارد. نعم. هسه لا، كله نفس الشيء. كله نفس الشيء. نفس الشيء. نعم.
اشنو كانت بداياتك؟ اشني اول فقره تعلمتها اتقنتها بالنسبه للحلويات؟ هي البقلاوه. البقلاوه أيه. يعني من قبل من ايام قبل يعني اهلنا يعرفوها هاي اي بقلاوه، كنا قبل زلابيا طولنا على البقلاوه. نعم، اصول هاي الاكله اشنو؟ تركيه البقلاوه؟ لو البقلاوه اكو تركيه واكو عراقيه، هم العراق مشهور بالبقلاوه. بعدين اشلون قمت تتخصص واشلون قمت تتطور من شغلاتك؟ والله مرور الشغل اللي علمنا والصور والفيديوهات، ورحنا على تركيا ورحنا على غير دول تعلمنا، خالطت الناس ولا تتعلم؟ نعم نعم. زين احنا بما انه عم نحكي على البقلاوه، اكو شغلات جديده دخلت عليها، الفستق الحلبي طبعا، الفستق الحلبي اشتهر بالاونه الاخيره بالموسم خاصه. نعم، والدهن الحر احنا مشهورين، الذهبي خاصه مشهور بالدهن الحر. زين اكو حلويات اختفت، يعني كانت قبل معروفه ومشهوره بس بسبب وجود حلويات حديثه اختفت او تبددت؟ لا بقت بس اشنو تطورت. اها بقت بس تطورت. زين اكو حلويات كانت تنعمل بالبيت، مثلا عندك أيه. الشكر لما الهاي اللي يسموه ايضا، يمكن حتى الكليتشة. الكليتشة هي تعتبر من حلويات تمام. العيد بس تعتبر مشهوره الموصل اللي هي بالكليتشة والشكر لما وهي شغلات المعكرونيا. نعم. زين ايش اللي يميز حلويات الموصل عن باقي المحافظات؟ طعم يعني شلون يذوقونها مثل ما يقولون؟ طعم الدهن الحر اهم شيء، الدهن الحر والطعم هو اهم شيء، ينطي نكهه طيبه طعم الموصل اللي هو المشهور. نعم. زين هسه حاليا احنا موجودين بمعمل الذهب، نريد نعرف ايش الشغلات اللي تنتجوها، ايش الشغلات اللي تصدروها واللي تقدموها للناس؟ ما تفضل معنا شوين تشوف. اها اشنو هاي هون الشباب ايش عايش يشتغلون؟ هنا طريقه بدايه العجيد اللي هو الفتح. نعم. الفتح من هاي صراحه خلينا نحكي عليها الخطوات وبعدين حتى نتوجه ونشوف المشاهدين. يبدا العجين كعجين ينعجن بالعجانه. نعم. بدا الطحين ينعجن بالعجانه. نعم. بعدين يتقطع على قطع متساوية. نعم. ويتوزع بالصواني. بالصواني ينفتح ويتوزع بالصواني. نعم. والاختار احنا كان مشكل واحد والبقلاوة واحد. بعدين ترجع تقوم تخليها تدهن بالدهن الحر. نعم. وبعدين بالأفران وتطلع بالشيرة. اشقد تحتاج لمدة بالفرن تقريبا؟ حسب الشوي والفرن مالك. يعني كل نوعيه لها وقت معين. طبعا اي طبعا. يعني مثلا عندك المورومه تختلف، البقلاوه تطول. نعم. اللي مشكل اقل وقت، فكل وحده لها وقت معين نشتغلها. نعم. زدود الست هي ايضا قديمه عندنا بالموصل؟ طبعا طبعا. وكنتم تشتغلوها؟ اي طبعا. اها احنا من الاول اشتغلنا زدود الست. طريقه عملها يمكن تختلف عن طريقه عمل البقلاوه والحشوه مالتها؟ كل نوعيه حلويات تختلف عن الاخرى بالشغل. يعني وحده بالفستق الحلبي، وحده بالجوز، وحده بالقشطه، ما الا يعني معين شيء معين. زين احكي لي على شغله الحلقوم، الحلقوم والسجقات، هاي يمكن اشتغلتم وعندكم معلومات عنها؟ احنا ما شغلنا الحلقوم والسجقات، احنا شغلنا حلويات. حلويات تختلف؟ كبخلاوه تختلف طبعا. نعم. الحلقوم يراد له شيره ويراد له افران وشوي. تتقطع على شكل لوائح وبالنشا وهاي وتصير. نعم نعم نعم. زين هسه راح ناخذ جوله نخشى على الشباب عشان يشتغلون. وسط هاي المرحله هناك والله. هذيك المرحله ايه. الاولى ايش هاي المرحله ايش تتضمن؟ السلام عليكم، شلون الشباب؟ هاي هون ايش تتضمن المرحله؟ لا تتضمن هذا النشا. اها. وهذا العجين. نشا وعجين. هذا العجين هذا. زين. يعني لازم يعني خلينا نقول تتجانس. لا. احنا حتى لا تطزق واحده بالاخ. هذا النشا يمنع لا تطفو. ايه. زين بعد هاي الخطوه ايش عندنا؟ بعد ما بعد هاي الخطوه الفتح؟ عندنا طريقه الفتح. نعم. هاي نجي يمك نشعها. هاي القطعة الصغيرة؟ هي هذه القطعة راح تكبر تصير هيك ما شاء الله. وهذا الفحل يسموه، يعتبر هذا اسمه، هذا الشوبك. كل واحد له شغلايته الخاصة. هذا هوني مسؤول عن الفتح. لا مسؤول عن النشي. زين الخطوة اللي بعد هاي ايش راح تتضمن؟ تتضمن الشغل. الشغل. اللي هو الفرش احنا نسمينه. هاي هوني بعد ما عملوها وكملوها ايش خلوا لها؟ جوز، هذا جوز. الجوز. وعندك هذا فستق. خلينا نرشعها خلينا نتعرف عليها. هاي الجوز وهذا عندك الفستق. هذا الفستق حسب الزبون وحسب حسب الطلب. نعم.
زين، الخطوه اللي بعد هاي اشنو؟ راح يجي عجين ثاني ينحط فوقه، يتطبق فوقه. نعم. وتتقطع. تتقطع. من بعد ذلك خليها بالفرن. الدهن. الدهن. على الدهن. ايه؟ خلينا نروح نطمش عليها. هون هاي مرحلة التقطيع. هاي مرحلة التقطيع. نعم. كل ما تكون طبقات يعني خلينا نقول رقيقة. احنا نشوف الفتح يكون هو السبب الرئيسي بالطبقات. نعم. فتح خفيف يصير طبقات. وينطي ينطي نوع عند القرمشة. تنطي هالشا. خلينا نقشع هوني اشني هاي المرحلة. خلي هسه راح يدهن شوفها. هوني راح تندهن؟ ايه. زين. راح يدهن هوني. نجي تعال والله مصورنا. هاي هوني مرحلة طبعا على اشتم ريحة الدهن الحر هالشكل. هذا الدهن الحر كله. هذا كله دهن حر. دهن حر. كل انواع الحلويات تندهن هوني. شوفها هاي. هاي اشني هاي بقلاوة. هي هاي استكملت دهن. هاي ورا ما دهنت وصارت جاهزه انه تتخلى فقط نعم. وهاي الافران اكيد على درجه حراره معينه. اي كلها طبعا درجات حراره معينه. كل ماده لها درجه حراره. خلينا نقشع السته حاليا يمكن مرحله الاستواء. هذه ريحتها ما شاء الله صلوات على محمد يعني. هاي بعد عم تستوي. تحتاج بعد تستوي. طبعا طبعا. حتى تكون جاهزه وتقدم للزبائن. اي طبعا. اكيد الف عافيه على عيال شعه وعلى بالعافيه بالعافيه. احنا اخذنا منك معلومات حلوه وعندنا اشنو هذه هاي انواع اخرى للمشكلات احنا نسميها. نعم. ورا العجين هذا يصير. نعم. هاي ايش تعتمد عليها الشغلات اللي انت يعني خلينا نقول تغيرون بيها تعتمد احنا على الخبره عن خبره الخبره طبعا هي هاي هوني مرحله السقي او انه يتخلاله الدهن الحر الدهن الحر دهن الحر ريحته صلوات على محمد. زين هذا الدهن من يجيبون هذا من الاسواق العراقيه عندنا غير طبعا من هذا من عندنا عندكم يعني خلينا نقول تجار شغلتهم هي هذا الدهن الحر يا عيني الدهن الحر الاصلي 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 اللي لا ما بي اي غش اللي ما بينه اي غش اي غش لان ايش قد تكون المواد الاوليه طبعاً جيده ايش قد تكون النتائج جيده الانتاج يصير احسن عاشت ايدك احنا اخذنا منك معلومات كافيه اكيد راح ناخذ فاصل واكيد نرجع نكمل معكم متابعينا الكرام فاصل ومكملين معكم قسم الكيك هذا المكان اللي دائما ما تنصنع بينه مناسبات السعاده نتعرف على حمودي اشانك محمد الحمد لله تمام مساك بخير وصحه وسلامه وجاسم اجمعين ان شاء الله هاليوم احنا عم نحكي عن صناعه الحلويات من ضمن قوالب الكيك اشون بالبدايه تعلمت هاي الصناعه طبعا هي مهنه زينه الكيك شو مثل ما نقول ممارسه يعني ايش قد تتمارس ايش قد يتطور شغلك نعم. واكيد من احسن لاحسن زين اشون بلشت بيها بالبدايه بلشنا شوي 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 درجات لحد ما وصلنا لحد هذا اكو احد علمك عليها للشغل هاي؟ يعني شويه تعليمات من الاستاذ ومن الوسطى لحد ما وصلنا لهي المرحله. زين خلينا نحكي عن صناعه قوالب الكيك، ايه؟ هاي المهنه سابقا ايش انضاف لها وبدايه ايش كانت؟ هي بدايه شيف عجنه يعجن وتصعد لنا بشروح نقطعها حسب الاحجام يعني طبعا مثل ما تشوف انت صغير وسط اصغر فاكو عده انواع حشوات عندنا بالفراوله عندنا بالمكسرات عندنا بالفواكه عندنا بالبستاشيو فحسب الطلب حسب والاحجام همينه عندنا حسب الطلب نعم
زين كان اكو سابقا يعني صناعه القوالب وصناعه الكيك كان بطريقه بدائيه كانت نفس الزينه لو هي من البدايه كانت هي اكيد اكيد يعني هي كانت شو مثل ما نقول مستوى واحد فمن مستوى واحد تطورت يعني صارت احجام وشو مثل ما نقول مثل ما قلت لك يعني الحياه تقدم فواحد لازم يطور نفسه من شغله نعم يعني هسه عندك هذا بالمخملي عندك هذا بالنستله عندك هذا بالمكسرات وما مكسرات نعم زين ايشنو طورتوا لهاي المهنه خصوصا انه حاليا الزبون بدا يريد مثلا يخلي صورته مثلا صح. مثلا بدا يريد له فد امور معينه كتابه معينه طورتوا عليها غيرتوا منها اي طبعا بالبدايه كانت صوره ورقيه ما تنكل فويا الوقت صارت يعني ورق هو خاص مال طبع صور ونفس الوقت للاكل نعم. صالح للاكل صالح للاكل أي. عدد الشباب اللي يشتغلون معاك اللي يساعدوك تقريبا أي. كم واحد حاليا اثنين 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 واحد ويا على القوالب وخوينا الاخر على القطع طيب ها هي المراحل النهائيه للعمل مالتك اللي هي بعد ما يتزين زين احكي لي على المراحل البدائيه نعم راح احكي لك القالب من اول ما يطلع لنا عجين لحد ما ينزل للعارضه قلت لك بالبدايه يطلع لنا بشروح فانقطعوا حسب الاحجام اللي نحتاجه احنا نعم عندنا السيرومات اطعام ابيض صحيه اكيد اكيد كله صحي مواصفات كله صحيح نعم. فنغلفه بالزبده حتى يبقى الكيك رطب وينطي نكهه والكريم مشانتي اكو نخلي جيلاتين مثل ما قلت لك نخلي نستله مخملي اكو غير اطعام نعم خلينا نتعرف على هذول هذول يمكن همين شغلك هذول هذول هم سويس رول او شوف ايش يسمونه سويس رول قطاع عندك غريبه عندك معمول وكل واحد وطعم طيب. يعني هذا بنفسجي طعم الكرز احمر طعم الفراوله عندك هذا بالزبده بس تختلف يعني مو زبده مال اكل يعني نعم. كل طعم هذا مثل النستله المشيخ هذا كيكايه قلت لك نرش بسيروم ونخلي لها حشوه كل وحده لون ونرش فوقها مكسرات ونغطسها بالكاكاو نعم زين هذه ايش قد تحتاج من عندك وقت حتى تشتغلها يعني ايش من الوقت المطلوب حسب يعني هذا نلف ونخليه بالبراد يجمد ساعه ساعتين لحد ما يعني ينقص بحيث انه ما يتفلش فنقطعه ونغطسه بالنستله طيب زين بالنسبه للمعمول او هاي الامور الاخرى هاي هم مقاربه لصناعه الكيك لو اكو اختلاف تقريبا بالطريقة. هم تعتبر من انواع المعجنات هم عجنه وما عجنه هم عجنه ودهن واطعام ومحشيه عندنا بالفستق اكو فستق واكو جوز حسب طلب الزبون حسب الطلب هذه قديما كانت موجوده لو هذه شغلات استحدثتوها لا تقريبا يعني ما صار لها فتره لان شو مثل ما نقول قلت لك تتطور فبالبدايه يجوز كانت تختلف بس يعني هذا الشكل الجديد نعم اصول هاي المعمول او شوفها ايش يسموها غريبه الغريبه اصولها ايضا هي من الموصل من المكسر او من الحلويات الموصليه لو هي تعتبر دخيله خلينا نقول من تركيا دخيله بس حاليا اشتهرت بالموصل يعني كون طعمها طيب وتفيد كثير مناسبات نعم 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 احنا نشكرك على هاي المعلومات ويا رب اكيد آية الرزق متابعينا الكرام خليكم معانا فاصل واكيد مكملين معاكم
حلقتنا عن صناعة الحلويات في مدينة الموصل، وأكيد لازم نلتقي بأحد القدامى في هذا المجال، الحاج داود عنده معلومات وافية راح نحكي معاه سوية. السلام عليكم. عليكم السلام. شلونك؟ أهلا وسهلا. مساك بخير وصحة وسلامة. الله يحفظك ويبارك فيك. عمو ببداية غير نعرف إيش قصالك بمهنة صناعة الحلويات؟ إحنا تقريبا بال 97 بدينا بهذا المحل. إيش شلون كانت بداياتكم؟ البدايات يدوية بسيطة. يعني ما كان اكو هاي الهلمه وهاي الاجهزه؟ طبعا كل شيء ما كان اكو، كله بيدك، حتى العجين عجين بيدك، عجين البقلاوه. يعني قبل ما توفر العجانات كانت عجين باليد. نعم. ايش كانت الحلويات اللي كنتم تشتغلوها او اللي كان يشتغلها الحلاوتي بالبدايه؟ كبدايه كانت عندنا احنا الزلابيه. الزلابيه والداطلي والعوامه، وكانت موسميه. يعني اكثريه كانت في رمضان، شهر رمضان. حلويات تنشط في رمضان. أه. نعم، مطلوبه من قبل الناس. وبعدين اشنو اللي طورتم واشنو اللي ضفتم عليها من الحلويات؟ الحلويات صارت يعني زميله المائده نسميها في كل المناسبات والاعياد والزيارات الشخصيه والزيارات الخاصه. نعم نعم. طيب بديت انت يعني منو اللي علمك عليها؟ الاهل، ابا عن جد، لو الصديق اللي علمك على الشغلة هاي؟ والله ما من شك انه ظروف الحياه تجبرك على انه تتعلم اشياء كثيره. فهي يعني كانت سبحان الله صدفه. صدفه؟ اي نعم. وهي كانت عندنا، يعني احنا جدي لامي هو كان يشتغل البقلاوه ويشتغل الحلويات. نعم. فكانت يعني موجوده المعلومه الرئيسيه، بس احنا طورناها ومشيناها على الاوسع. نعم. ايش قد كان عددكم بالبدايه؟ يعني اكيد انت ومعك اهلك او اصدقائك. طبعا احنا انا واخوتي كلنا احنا نشتغل. انتم واخوتك. نعم. البدايات كانت بالبيت، بالبيت العادي اللي نسكن بينه. يعني كنتم تشتغلون شغل بسيط، شغل بسيط الصويني وكذا. موسمي موسمي. آه. اي نعم. زين، وشلون صار اقبال الناس عليكم؟ وشلون بدأوا يتعرفون على الطبخه مالتكم، الحلويات مالتكم؟ من الاسواق لو من الجيران؟ يعني كبدايه كنا احنا نشتغل وننطي للمحلات. نعم. فبعدين الحمد لله صار يعني اللود عليها وصار يعني طلب عليها، والحمد لله رب العالمين الله وسع علينا بها. الحمد لله والشكر. زين، شنو اللي ضفتم لمهنتكم؟ شنو اللي غيرتم وصار عندكم هذا الاسم؟ هي صارت تطورات، يعني اكثر شيء طلب. يعني انت مطلوب منك كيف تبدا تشتغل الكيف. نعم. مطلوب منك بيتي فور معجنات وهكذا، انت تشتغل على الطلب. طلب السوق يطلب منك. وانت شلون تعلمت؟ شلون علمت خلينا نقول اللي معاك؟ يعني اكيد اكو شغلات هي من خارج المطبخ الموصلي حاولت تتعلمها، حاولت تتقن تفاصيلها. يعني اكيد اللي تاثرنا بالدول الجوار، يعني السوري والتركي، هاي الشغلات كلها جبناها معنا. نعم. زين، البقلاوه اصولها هي فعلا تركيه لو هي خلينا نقول طبخه عراقيه؟ تركية. والله يعني تاريخيا انا ما اعرف بالضبط، بس انا اعرف يعني بتاريخ الدوله العباسيه كان موجوده حلويات اللوزينج اللي هي هسه حاليا احنا اللوزينه نسميها. هي نفسها. نعم. اللوزينه. اي هاي من ضمن الحلويات انا اتذكرها بالدوله العباسيه. أي. طيب ايش الشغلات اللي يتميز بيها او تتميز بيها الحلويات الموصليه، وايش اكثر الشغلات اللي للاسف شويه انقرضت؟ هي النكهه طبعا. النكهه. النكهه، النكهه الموصليه تكون خفيفه. ما بيها حلا. والدهن الحر. الدهن الحر. نعم. وتتميز بالايادي العامله الجيده. اللي تميز لك البضاعه وتطلع من البضاعه جيده النكهه. وتكون رقيقه ومقرمشه. هاي منتهي منها، كلها شيء يجيب شيء. طيب، اكو كان اكو حلويات قبل احنا نسميها العجز، ترشع تفتح الزيق مالته وتنطيك. الشكر لما والهاي الامور موجوده. الشكر بعدكم محافظين عليها تشتغلوها؟ الشكر لما موجوده. الشكر لما والمعكرونه. والبيتي فور والبرازق هاي كلها موجوده، حتى الكليتشه موجوده. حتى الكليتشه قبل كانت كلها تنعمل بيت، هسه انتم هون بلشتم تطورون عليها. نعم. نعم. زين، قوالب الكيك والكاهي وهاي الامور هي ايضا تدخل في مجال الحلويات؟ اي نعم. نعم. اي نعم، حاليا كلها مطلوبه ضمن المعجنات تعتبر هذه. زين، خلينا نتعرف على خط انتاجكم، ايش عندكم شغلات انتم شغلكم؟ هسه هذا الكيك هذا كل شغل شغلنا. نعم. صورته انت جناب. اي نعم. نعم. هاي ايضا هو شغلكم. نعم. شغلكم بعد هاي الحلويات هوني حسب ما يطلب الزبون. بقلاوه بالجوز، بقلاوه بالفستق. نعم. هاي دبل جوز، هذا ملفوف بالجوز. والكنافه والوربات. ويبدي يتفنن اللي يشتغله بحسب يعني حسب ما انت تريد له حسب الزبون. هي اول شيء احنا كلنا عندنا يعني قبل اساسيات للعمل. نعم. بس نبقى طلب السوق،
ايش يطلب السوق؟ احنا لازم نمشي مع طلب السوق. وهسه ما شاء الله السوق صار ذواق لانه دخلت لك كل المواد. طيب فما تطيق انت تفرض علينا شيء معين. اذا ما هو لازم يتماشى معك. بالضبط، انت لازم تتماشى معنا. زين هاي الصحوني اكو ناس تستقبلها او تاخذها من خارج المحافظات يعني كصوغ او كهدايا؟ هدايا هذه. اها معروفه جدا حلويات الموصل انه لها طعم ونكهه مميزه. خلينا نحكي بعد على هاي الشغلات، اكو شغلات شويه غريبه. هسه هذا البيتي فور يمكن البيتي فور نعم ايه، وهاي هون عندك الكليتشا الموصليه اكيد. هاي اشنو هاي اضافات عليها؟ هاي سواره، هاي جيلاتين، ماده جيلاتينيه غذائيه معها فستق. هاي كان قبل نخلي بيها بس يعني مسحوق وملون، هسه لا صارت الفستق هاي لازم تكون واضحه لانه حتى الزبون يعني يكون على بين انه عايشتها ماده حقيقيه. نعم تمام. زين هسه ادخش اكو شقليت او قمر الدين، خلينا نقول مستورد، اكو عراقي واكو اقبال عليه؟ ما من شك، ما من شك، يعني اكو ماركات موصليه أكو عليها اقبال. المعامل الشوكولاتة ما متوفره بالموصل حاليا، اكثر نجيبه اجنبي او مستورد او محافظات اخرى بالعراق. نعم نعم. بس بنفس الوقت يمكن اكو معامل تنتج بالموصل الشقليات الموصلي المعروف. شقليات الدبار ماركه معروفه. نعم شقليات الدبار ايضا من القديمين جدا اللي نعم يعني يجون علينا بالاسم. نعم نعم. هاليوم صار اكو ترابط جدا ما بين المناسبات وما بين صناعه الحلويات، انه من صيم مناسبه لازم يجون على او الحلويات، لان هو شغل حفلات يجهزهم. نعم صح، حفلات الزفاف نجهزهم حلويات خلوها تكون مفتوحة يعني. نعم. عندكم بعد شغلات عتطورون عليها؟ عندكم بعد أمور خط إنتاج آخر؟ ما من شك، هو الإنسان لازم دائما يمشي يتطور. لا يبقى يروح بمكانه يعني زحمي. يجيني يوم يصفر من هذا الموقع. حلو حلو، عاشتي لك. إحنا نشكرك على هاي المعلومات، أخذنا منك معلومات كافية ووافية، ويا رب آية الرزق ونشاعر دائما في تطور. الله يحفظكم. متابعينا الكرام أكيد فاصل ومكملين، خليكم معنا. حلقتنا عن صناعة الحلويات، وأكيد لازم نحكي على الحلويات، نذكر السجقات اللي تعتبر من الحلويات الموصلية القديمة واللي فيها الكثير من الذكريات والتفاصيل، راح نتعرف عليها من خلال معمل غسان لإنتاج السجقات. السلام عليكم. عليكم السلام. أهلا وسهلا. الحمد لله بخير. أنت بداية الله يبارك فيك، بداية نريد نعرف إيش قصة لك بهاي المهنة؟ حوالي تقريبا 18 سنة 17 سنة تقريبا. منين تعلمت؟ تعلمت من والدي. من والدك؟ هو اللي علمك على تفاصيله واشياء تنصنع السجقات واشياء تداريها؟ نعم. مثل ما يقولون مداريه مدارا، يعني كانما لنا احنا نفسنا وللجميع ان شاء الله. هي زين، هل تعتبر هذه الاكله او الوصفه من اكلات البيت لو تعتبر من الاكلات والحلويات الشعبيه؟ اكله يعني هي يعني من كل المقامات تاكلها الاكله، الشعب الموصلي كله ياكل هاي الاكله، مشهوره بالموصل وعده محافظات العراق. نعم. وموجود خارج العراق يعني يكون ناس تجي زيارات للعراق للموصل يجون من عده يطلبون السجقات كنوع من انواع الهدايا. ايه. زين ايش خصالك بهذا المعمل وايش طورت من شغلك؟ يعني طورنا يعني كنا نشتغل يعني بالبيوت. بالبيوت. بعدين شويه شويه توسعنا وصلنا لهذا المعمل. نعم. اشلون تشتغله بالبدايه؟ هذا عندك الجوز من يجيبه؟ هذا الجوز نشتغله من هون، التجار يبيعون الجوز، جوز اللي هو الامريكي الابيض التقشعر. نعم. ناخذه هذا نوديه عندنا بلبي شكاكات يشتغلون، اكو منا مصاويه نساء شكاكات يشتغلون هذا الجوز، يشكونه بالخيط، نجيبه من الشكاكات ندخله هون داخل عندنا المعمل. نعم. ونقوم ندخله
قاط نلبسه قاط، هسه هذا ملبس قاط، عجناي ما سجق قاط. نعم. ومخليه حتى يمسك قالبه. حتى يمسك قالبه. نعم. يظل يوم يومين ثلاثي الا ما ينشف كامل مكمل من العجناي. نرجع ندخله عده مراحل. زين. ايش هي المراحل اللي بعد ما نضرب القالب الاول؟ القالب الاول ندخله ينشف. نرجع ندخله قاط ثاني عندنا اللي عجناي يمكن هسه قبل شويه صورته. نعم نعم. ويرجع ننشفه من خليه ينشف على الهواء. او تنشيف اكو تنشيف سريع اللي هاي الغرف شعته. اها ايه ايش قد تاخذ هاي المده يعني ما بين هاي الفتره وفتره ايش قد اكو وقت؟ تاخذ لي تقريبا الى تنشيف سريع 3 ساعات. اها الى تنشيف على الهواء يومين. يومين يومين. وهاي حسب الجوده والنوعيه اكيد تلعب دور. 100%. زين ايش المواد الاوليه ما عدا الجوز؟ ايش هي المواد الاخرى؟ السكر، الشكر، شكر والطحين والنشا. فقط؟ فقط شكر وطحين ونشا. زين شلون ينعمل وفق معايير معينه وفق درجه حراره معينه؟ وفق درجه حراره معينه ومعايير معينه. اها اي عندنا مكان خاصه جوا مطبخ تخلي بداخل المواد وتشتغل حراره والفرماله. نعم. بعد ما يكمل ويجهز السجق وبعد ما يصير خلينا نقول بهذا اللون المعروف اللي هو الذهبي او العسلي. العسلي. المرحله الاخيره اللي هي مرحله الطحين. لا يتخلى له طحين لو النشا. النشا مرحله. نعم. التبييض يصير. للتبييض. التبييض. اكو اقبال على هاي انواع الحلويات من باقي المحافظات ذكرت. اقبال عليها كلش قوي. كلش قوي عليها اقبال وهي الموصل المشهوره بهاي المهنه. اها. عندكم خطوط اخرى باقي المحافظات يجون يسحبون من عندكم يعني مثلا؟ أكو. يعني موجود. لو بس معامل الموصل. لا موجود متوفر. موجود متوفر باقي المحافظات. يسحبون من عندنا معامل محلات. اكثر المناطق او اكثر المحافظات اللي يسحبون عندكم السجقات من اي مناطق؟ موجود المحافظات الشماليه وبغداد، وموجود عندنا جماعه ياخذون عندنا بكركوك بدياله، موجود عندنا جماعه تاخذ موجود عندنا بالنجف وبكربلاء، يعني تقريبا نص العراق. زين يعملون باقي المحافظات هذا المنتج؟ لا ما يجي عندهم 100%. عندهم يمكن هذا الجاهز او يسمينه التركي؟ اي يجي سجق جاهز تركي ما يجي. سجق الموصل ما يجي عندهم 100%. اشنو الاختلاف ما بين الطعم والجوده؟ الاختلاف الماء. الماي؟ الماء. اختلاف مدينه الموصل يكون الماء ما له حلو، هذا يحب ماء حلو. باقي المحافظات يجي ماء بشويه ملوحه ما ينجح. ما ينجح. اها زين. هسه حاليا عندك اكثر من نوع يعني يمكن عاد اخشى انه اكو هذا موجود هذا النوع الذبي الجوز خصوصي. اها موجود عندنا هذا النوع الاخ العادي نص العادي. جوز ولا هو فرق بس الحشوه، اكو ناس ترغب حشوه اقل واكو ناس ترغب حشوه دبل حسب الذوق. حسب الذوق والناس. نعم. طورتم من شغلكم؟ اكو عندكم بعض الامور الاخرى ما في عاد اكو عندكم هاي الحلقوم رول فستق موجود. موجود عندنا تقريبا انواع الحلقوم كلها موجوده. كل انواع الحلقوم تشتغلون؟ كل انواع الحلقوم موجوده. آه. نشتغلها. زين الحلقوم هم يعتبر من الحلويات القديمه عندنا بالموصل؟ هم حلويات قديمه بالموصل تشتهر بها مدينه الموصل، تشتهر بها يعني باقي محافظات ما مثل الموصل. وهم عندكم انواع من المحشي والبجوز والصاده والكذا؟ بينه تقريبا 12 نوع 13 نوع. اشنو هي الانواع مالته؟ خلينا نتعرف. موجود عندنا يجيك النوع الملون، يجيك نوع ساده، يجينا عندنا محشيات 5-6 انواع، عندنا رول فستق ورول جوز، عندنا حلقوم يجي رول، عندنا حلقوم اللي مغلف بالسمسم، اللي مغلف بالورد او المغلف عندنا بالفستق، عده انواع اكو. زين الحلاوه كان قبل هم يشتغل كل مهنه بمهنته يعني مثلا ابو السمسمي يشتغل بواحد او السجاخات لو كان اكو مشكل كل شيء كان عنده؟ لا كل من مهنته. هسه احنا مهنتنا هوني بداخل هذا المعمل نشتغل سجاخات وحلقوم. نعم. ايه السمسمي والامور الاخرى اكيد. لا. غير معامل غير ناس. غير ناس اكو بها مختصين. الملبس كذلك نفس الحاله. الملبس كذلك او اكو معامل يعني من ضمن السجق والحلقوم يشتغلون ملبس. من ضمن السجق والحلقوم يشتغلون ملبس. اها احنا نشكرك على هاي المعلومات واكيد يا رب آية الرزق الجميع ان شاء الله. ودائما نشجعكم في تطور مستمر ان شاء الله. وكل الحب لك. اهلا وسهلا. متابعينا الكرام فاصل واكيد مكملين معاكم في هذا البرنامج.
الاقبال مليح من ناحيه محافظه الموصل او من ناحيه غير محافظات مثلا الجنوب الشمال، اقبال علينا يعني كلش مليح بالانتاج، كانتاج طيب، كانتاج راقي، كانتاج درجه قولة يعني. نعم. اشنو اشهر الحلويات اللي اشتهرت فيها مدينه الموصل؟ والله الموصل اشتهرت كثير اشياء يعني، مثلا الملبس، الحلقوم، السجقات، كثير شغلات اشتهرت بيها. اكو هالمناسبات معينه يصير اكو اقبال بيها على الحلويات في مدينه الموصل؟ طبعا يصير، مثلا ايام الاعياد، ايام اعياد كيعني كغير يعني ديانات، كغير مواسم يعني كغاس سني، خصوصا في فتره رمضان انه يصير اكو اقبال. نعم على الحلويات. نعم كايام رمضان من بدايته لنهايته الحمد لله يصير اقبال عليها. حلويات الموصل ما شاء الله يعني درجة أولى من ناحية النظافة والطعم، ويعني تميز عن باقي المحافظات يعني ما شاء الله. حلويات بصورة عامة حلويات الموصل من ناحية النظافة والترتيب يعني درجة أولى ما شاء الله. عندك صنف من الحلويات دائما تشتري من الأسواق الموصلية؟ والله البقلاوة عندك، الكنافة يعني، والزنود السيت، هاي شغلات حلوة يعني. طبعا شنو بعد اكو عندك الشغلات القديمة، شكر لما او الصودا، هاي لحد هسه تشتروها من الاسواق ولا تسوها بالبيت؟ والله بالبيت ما نسوي، بس نشتري من الاسواق. نشتري من الاسواق. عندكم دائما مناسبات معينة تشترون او يصير عندكم اقبال عليها على الحلويات؟ اي والله بال شو اسمه حفلات الخطوبة. اها حفلات الخطوبة يجيبون بقلاوة ويوزعون. الاعياد والمناسبات، الاعياد هم نفس الشيء يعني، دائما انه تشترون الحلويات. اي نعم. اكثر الحلويات شراء في فتره الاعياد والمناسبات؟ اي فعلا اللي هي وبالشتاء يعني اكثر شيء، بالشتاء يعني اكثر من الصيف. شكرا جزيلا. مكملين حلقتنا عن مهنة الشكرتشي، وأكيد حالياً انتقلنا إلى معمل المهندس حتى نحكي على تفاصيل صناعة الحلويات في مدينة الموصل. السلام عليكم. عليكم السلام. شلونك؟ الله يسلمك. الله يحفظك. دايك نتعرف باسمك. أيمن المهندس أبو مؤمن. على رأسي. أهلاً وسهلاً بك. أش قصالك تشتغل بمهنة صناعة الحلويات؟ والله نحن بدينا كمبتدئين هاوين بال98، هي بصراحة كانت هواية.
بس سبحان الله تعرف الرزق اتطور وبدينا نطور بالشغل. فمن 1998 بدينا بالعمل، بدايات بسيطة والسوق بدأ شوية شوية يتطور بيدنا يعني الحمد لله، بدينا نجيب مكاين. كان الشغل بداية يدوياً، كله يدوياً. الحاجة تحتاج أنه ندخل مكاين، فقررنا أنه نطور شوية شوية، بدينا نطور وإلى أن وصلنا الحمد لله حسا حالياً هذا الشغل اللي تشوفونه قدامكم. الأنواع عندنا كثيرة، نحن بدأنا ننتج أي شيء قديم نطور ونضيف عليه إنتاجات جديدة. الحلويات القديمة سابقاً، الحلويات الموصلية اللي كان يشتغلها الشكرتشي هي السمسمية السمسمية، الحلقوم، والملبس من السماء والملبس. حافظتم على هذا الموروث ووجدتم تطورون فيه؟ الأصل ظل يعني، هو الحلقوم ظل كأصل، الحلقوم ظل موجود نفس المواد نفس الإنتاج. لكن إحنا بدينا ننتج أنواع جديدة، يعني هو كان حلقوم شكل واحد مثلاً صادة بالمستكي داخله جوز، احنا بدينا لا نطور بالشغل. يعني من هذا النوع انتجنا تقريبا ما يقارب 25 نوع ما شاء الله، دخلنا انواع جديده. بالاضافه انه شوف اي شيء نشوفه جديد بالعالم موجود احنا ممكن ندخله عادي، نبدا نشتغل في انواع جديده. جدا هذا الموضوع زين. احكي لي، طورتم اليوم صاعدكم معمل سابقا بالبيوت، كنت متعانم ومشكله التسويق، العالم يجون عليكم على المعيمين لو اشون. والله ما اشتغلنا بالبيت، احنا من البدايه اشتغلنا بمعمل. من البدايه الناس تعرف فيها شويه شويه الحمد لله، يعني انت بالسوق اذا شغلك مضبوط و يعني تعاملك زين مع الناس لا تبجي الناس تجيك من كل المحافظات، مو بس السنه الحمد لله، حتى من خارج العراق يجونا. ترى بس العراقيين بدوا يطلعون بخارج العراق، بدوا يحاولون يودون هذه الحلويات وهذا الانتاج الى خارج العراق، مو بس انتاج الحلويات لا. اكو شغلات الطرشي، الراشي، الباستر، حتى الباستر ما تتصور انه ممكن تصديره. وتطلع الحمد لله اكو ناس حتى نوع من العبق الماضي بنفس الوقت، لكن نحن اكيد ما يعلى علينا. اكو ناس اصلا السعب الخارج ما يقبل ياكل اصلا، يدور الاكل الاصلي الموجود عندنا. يعني اكو ناس لحدنا تشتري الجبن العرب الابيض، تشتري القشفي، الجيمر، الحلويات مالنا الانتاج مالنا الحمد لله، الطرشي، اترك الراشي، يعني هاي الشغلات اللي مطلوبة. زين هسه ايش الشغلات اللي تنتجوها؟ انا ما شاء الله شفت كثير شغلات ما عدا من السماء، الحلقوم، السمسمي، كثير من الامور ما شاء الله. الملبس قلت لك، الملبس تقريبا هسه ما يقارب 3 نوعيات 4 نوعيات. الحلقوم بال 25 الى 30 نوع، يعني حتى دخلنا غير انتاج من غير دول مثلا انتاج تركيا هم دخلناه معانا بالشغل. بالاضافه الى شغلنا. من السماء انواع، بدينا نشتغل من السماء عاديه بالفستق الاصليه الموجوده الاصليه القديمه. دخلنا من السماء اللي بالشوكليت، دخلنا انواع من الحلقوم اللي داخله يدخل بصناعه الكاكاو والنستله كذلك. ولو وسعنا يعني كنت اتمنى انه عندي خط لك مواقف، بس حاليا حلقوم مغطس بداخل النستله، بس تعرف الجو الحر ما يمشي حلقوم بالشوكولاته. هذا انتاج جديد، هذا حلو طورناه انه خط جديد. زين اكو دعم من قبل الدوله لكم تدعم هاي المعامل، توفر لهم اللي يغيدوها لو كشه ماكو؟ والله انت جيت عجره يعني، هذا الدوله مع الاسف ما تدعمنا. ليش ما تدعم؟ كل شيء ما تدعم. والله يا اخي ما اعرف، يعني احنا ما نريد تنطينا الدوله فلوس، ما مشكله احنا ما نريد شيء، بس هسه اقل له الكهرباء، سعر الكهرباء وحده الكهرباء هسه محسوبه علينا ب10، الوحده ب10. احنا المفروض صناعيين، احنا المفروض اسعارنا غير شكل. زين نجي على الشغله الثانيه، اي ماده نشتريها من السوق نشتريها بسعر تجاري، ولهذا اكو مواد مرات ما احنا ما نقدر نتنافس مع الدول المجاوره، يعني الشكر يجينا مستورد عن نشتريه تجاري، احنا في حين كان قبل عندنا معمل مال السكر يشتغل، كنا ناخذ حصه من معمل السكر، زين الغاز هسه الغاز مو عراقي، معقول احنا نشتري قيمه الغاز ب9 و8؟ المفروض احنا غير تسعيره، احنا يومين 20 قنينه غاز ما تكفينا بالمعمل. ايش قد اكو جوايدك ناس يشتغلون تقريبا؟ عمال حاليا تقريبا حدود 17 18 عام. 17 18 عائله بالضبط. كل واحد منهم مسؤول عن عائله. ايش قد اكو معامل؟ ايش قد راح تتوفر ايادي عامله؟ ايش قد الناس راح تشتغل بعد ما عدا اكو ناس تشتغل خارج المعمل، يعني ايش خارج المعمل؟ يعني يجي ياخذ من عندنا اغراض ويروح يبيع بالسوق يفتل. ورزق ناس على ناس. طبعا رزق ناس على ناس. المشكله انه نحن نعاني من هاي المشكله، انه المواد مالنا غاليه جدا. يعني نشتري من السوق التجاري، من السوق التجاري اللي عندنا. مو عندنا فد شيء مدعوم، يعني ابسط شيء ذاك اليوم يا اخي تعال مشكله الغاز حلونا، مشكله الغاز احنا الكهرباء ينطفي، والله ماكو غاز، جوايل للمعامل ماكو نهائيا.
طيب نشتري إذا جاز. إذا تم تدعيمكم وإذا تم اهتمام الحكومة بيكم إيش راح يصير؟ طبعا أول شيء أنت تقضي على البطالة. يعني واحدة من أسباب البطالة هذه شلون أنت تعال أنت تجي تدرس شلون تعالج البطالة، موضوع البطالة هسه أكو ناس كثير بطالين والله يكون وظيفة ماكو شغل ماكو، لا أنت أخي ادعم الصناعة، ادعم الصناعة، امنع المستورد. انا ما قال لك تمنع الماده الاوليه، لا بشروط معينه، لا خلي الماده الاوليه موجوده تدخل اللي ما موجود عندنا، بس احنا عندنا منتج، ليش احنا المنتج اللي عندنا ليش ما ندعمه وخلي اللي يجي من الخارج نخلي عينه فد مثل ما هم مسوين هسه، هم مسوين عينه 120 او 125. وانا بدي اسالك هذا السؤال، انت تواجه صعوبه من تسوق منتجات طبعاً الخارج؟ طبعا طبعا انا 125% الحلويات 125% عليها ضريبه، فاي مستورد ما ممكن ما تصرف للشغله. يعني اذا توديه خارج العراق؟ لا طبعا ما يقدر. بس خلي تبيعه ما تصرف، هو اصلا ما لانه يخلون عليه قبل القوي لك 125%، وبالاضافه انه يحددون السعر، يعني انت ما ممكن تبيع بكيفك، ما ممكن. اذا انت تاجر جاي بضاعه مثلا الكيلو مكلف عليك 15,000 ويقول لك بيعه ب 10,000، زين شو راح تبيعه؟ صح، انت جاي تربح ولا تخسر؟ في حين احنا عندنا ما شاء الله سوق مفتوح، كل شيء عندنا ارخص، اي شيء المستورد تجيبه ارخص من عندنا. زين استاذ العزيز، هسه اللي انتبهتون انه كل عامل عنده مهنه معينه، يعني هوني يشتغلون بالقص، نعم هوني يشتغلون بالتعليم، هوني عندهم الرزم وما رزم، كلهم يعرفون بتفاصيل العمل لو انت كنت حددتهم؟ لا انا حددتهم، ما يعرفون، احنا نجيبهم ندربهم وكل واحد نخينه على شغله معينه. حتى لا يصير عندنا تداخل بالشغل، كل واحد مسؤول عن شغلته. طيب راح نحكي لك على بعض التفاصيل، الملمس ايش انتم تشتغلونه؟ انا خشعتوها للتفاصيل بس خلي المتابع يكون عنده طمانينه اكثر. والله هو لازم يعني يجيبوا تفاصيل المواد الاوليه. احنا كان قبل لوز عراقي، يعني من بدينا كان عندنا صناعه وكان عندنا زراعه بال98 من بدينا كان عندنا لوز عراقي، واللوز العراقي ما يعنانا طبعا. نعم، كنا نشتغل باللوز العراقي، حاليا عندنا الامريكي وعندنا الاسباني، هذا الموجود بالسوق نجيبه ونشتري مثل ما تشوف هسه جنابك بالمكاين المواد الاوليه اللي مواد السكر والسكر. تحتاج سكر، تحتاج فانيلا، والحمد لله الماء عراقي، الماء الغاز عراقي، الحمد لله الايادي العامله العراقيه، الايادي العامله العراقيه. نعم زين، بالنسبه لهذا اللي عند الشع وهذا السويس رول، هذا هم شغل عراقي اكيد، كل شغل عراقي، شكر نعم، شكر وطحين وتفاصيل ونشا، نشا وماي زين وعمليه تعب طبعا، كل شيء بعيار، كل شيء بوزن، كل شيء ما بالكيف هي. نعم، واكو شغلات عندنا مستورده مثل مطاعمات مطيبات. نعم، هم مستورده يعني المستورد طاغي على كل تفاصيل الصناعه. اكو شوف اكو شغلات انت ما ممكن تستغني عنها، يعني مثلا الاطعام المطيبات هاي احنا ما ممكن ننتجها حاليا. ثاني شيء ايش راح تاثر علينا؟ ما تاثر علينا في الشيء هذه. نعم، المطيبات، لكن العمل الانتاج هو المهم، هو هذا المهم الموضوع. زين، تخشى انه اكو دعم اعلامي للصناعه الوطنيه، وخصوصا انه احنا من نجي ونصور المشاهد راح يحس بالامان انه عندك هكذا نوع من الصناعات؟ والله الصحفيين والاعلاميين يدعمونا دائما يجون معنا، بس تعرف هو ايش عنده؟ عنده بس الكلام. نعم، لكن التنفيذ على غير جهات. اتمنى التنفيذ من مجلس المحافظه. نعم، انه يهتم بمعامل الموصل، لان الموصل كانت الرائده وسله خبز العراق على مدار سنوات طويله. احنا نشكرك على هاي المعلومات، ويا رب ايه الرزق وكل الحب لك. الله يحفظكم، تحياتي هلا بيكم. هلا متابعينا من معمل المهندس، مثل ما شعتم نقلنا لكم تفاصيل الصناعات الوطنيه من مدينه الموصل، وذكرنا لكم تفاصيل مهنه الشكرجي. الى ان القاكم في مهنه جديدة تقبل تحيات كادر العمل، وتحياتي أنا محدثكم محمد البكري، في أمان الله.